يعني ما في احلى من ام عادل لما بتتنقر هي وصباح. من يوم يومهم وقت يجوا يزورونا بيضلوا هيك نقارون فيك. انبسطوا حبيباتي انبسطوا، ما شاء الله حولها سبوحه صارت صبيه وقاعده بوش العمران، بكره غمضوا فتحوا ما بتلاقوها غير صارت ضره هون. العمى يخرب بيتك شو قويه، كيف حسبتيها هيك؟ اصطفلوا بكره بتقولوا قمر قالت. اللي بيسمع حكياتك يا ام عادل ما بيقول انك شاميه بنوب، من وقت ما سافرتي عوج لسانك على فلسطيني. من 10 القوم 40 يوم صار منهم وفيهم. بعدين لا تنسي قد ايه كان عمري لما طلعت من هون؟ 15 سنه يوم. ما شاء الله هالصباح شو كبرانه، والله ما عرفتها لما شفتها. اي والله ما شاء الله حولا، والله هالصباح بتاخذ العقل. ان شاء الله يجيها النصيب اللي يريحها. هي طلبت كثير بعد ما جينا من فلسطين على عمان، فش حدا شافها إلا وطلب إيدها. بس بنتي تنحى، بديش 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 بديش. يا وانتو ليش تسمعوا منها؟ مو حرام عليكم تقطعوا بنصيبها؟ اخطي البنت يما، شيلونا من هالسيرة عاد، ولكلكم سيرة غير سيرة جيستي. شبها حردت؟ والله ما قصدت شيء. ما صار شيء، بسيط عن إيدينكم.